القطاع النسيج يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في الصناعة التونسية وفي الاقتصاد التونسي. 25% من المؤسسات في هذا القطاع موجودة في ولاية منستير، وبالإحصائيات 79% من اليد العاملة هي يد عاملة نسائية. هذا القطاع نشأ تقريبا في فترة السبعينات في ظرفية تميزت بحصص ثابتة كانت موجهة إلى السوق الأوروبية، لذلك ارتبط هذا القطاع هيكليا بضرورة التصدير نحو السوق الأوروبية. كانت تونس لبارادي دي تكستيل فيزافي أوروبا وإيطاليا وألمانيا، فهمتها؟ بعد اللي داخلوا عليها برشا معطيات جديدة اللي صحيح نقصت عليها البريسيون، ولاو يتجهوا لي غروس كونتيتي يبعثوهم للبلدان اللي في دازي. L'accord multifibre favorisait en quelque sorte un traitement égal des salariés employés dans le secteur textile un peu partout dans le monde. En 2005, la communauté internationale a libéralisé le secteur textile. Quelle a été la conséquence fondamentale? C'est une mise en concurrence des pays producteurs de textiles dans le monde entier, ce qui a fait payer les prix fondamentaux finalement aux travailleurs. Et donc on a assisté progressivement depuis 2005 à une érosion des droits des travailleurs textiles et notamment des femmes. هذا القطاع عندما انفتح بعد إلغاء الاتفاقيات متعددة الأدياف على المنافسة العالمية تضرر كثيرا وأصبح يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بضعف قدرته على المنافسة، وأيضا مرتبطة بالتحكم الكبير الذي نشهده على المستوى الدولي من قبل الشركات الكبرى والماركات العالمية مصدية القرار التي تتحكم في سوق الملابس في العالم، سواء من حيث النوعية أو من حيث الزمن المخصص للخياطة أو من حيث الأسعار إلى غير ذلك، وما جعل هذا القطاع في تبعية مطلقة لهذه الشركات من ناحية وإلى السوق الخارجية وخاصة السوق الأوروبية من ناحية ثانية. كيف نخدم أني قطعة إن بيس لنا هكا؟ Elle sera vendue fois 30 du prix de la confection. C'est énorme quoi. Hein? الماركات هذو يجونا تونس خاطر احنا تونس تمتاز بجودة عالية في الكاليتي، وزيد اليد عاملة رخيصة في تونس، رخص الجودة. خدمنا زارا، خدمنا جابانا، خدمنا ديازال، ليفيس، شيبي، كاتيميني، كاكاس، الفابي، باربي، تومي، كينزو، شانتيل، دارجيلينغ، تروا بوم، ابسوربا، برشا ماركات خدمناهم. الشركات العالمية والماركات العالمية تنتصب في تونس سواء بشكل مباشر أو عن طريق مؤسسات مناولة للاستفادة من الامتيازات الجبائية والاجتماعية التي تمتد حسب مجلة الاستثمارات على فترة 10 سنوات. عندما تنتهي فترة الامتيازات المؤسسات تلتجي إلى ممارسات غير قانونية، من جملتها غلق المؤسسات وتحويل اسمها وتغيير اسمها أو تحويلها وتنتصب في أماكن أخرى حتى تتمادى وتستمر في الانتفاع بهذه الامتيازات الجبائية والمالية. مع الانفتاح الاقتصادي ومع اعتماد الأنشطة اللي تتميز بالكثافة في استعمال الموارد البشرية ضعيفة الكفاءة، أصبح من الضروري أنك تعتمد مرونة التشغيل، والمرونة التشغيل ما تنجم تكون قائمة كان على اعتماد عقود محددة الأجل. هالنوعية من العقود العامل في داخل المؤسسة يحس بروحه ماهوش مستقر،
عايش ديما في رعب، خايف لا يبطلوا صاحب المؤسسه، خاطر العقد ممكن يكون 3 شهور، ممكن 6 شهور، ممكن اقصى حد عام، ما عندوش الحق باش شي ينتمي للنقابه. ديما حالته النفسيه ديما تبدا تعبه، علاش؟ على خاطر ديما مهدد، اخدم ولا روح، اخدم ولا بطل، سي توفق الشهرين ثلاثة ما عادوش يجدوا له العقد نتاعو. Alors le mot travail, d'un point de vue étymologique, ça provient du mot tripalium, qui est du latin. Et le tripalium, c'est quoi? C'est un instrument de torture des esclaves au Moyen-Âge. Parce qu'à partir du moment où un travail n'est pas un moyen d'épanouissement, c'est un moyen de torture, c'est un moyen d'effiolement, c'est un moyen de régression, hein, sociale, psychologique et même physique. ظروفنا في العمل نجم نقول لك قاسيه، وباش عرف يربح ويكون مش سيبنا نلعبوا فوق ماكينه، يخدم هي يخدم. في الصباح كي نمشي ندخل كل شيء، الانسان عباره على داخل جحيم مش داخل صاله، قصه الضغط اللي ضاغطين علينا عباره داخل جحيم مش داخل باش يخدم. نصبح ماشي نخدم، مانيش حاطه روحي باش نكمل النهار، حاطه روحي لاني باش نروح. علاش؟ الخاطر وقتها كان ياسر نخدموا كاننا عبيد، ياسر شيفان مسؤولين وبكلهم كانوا مسيطرين مقاطع لنا نفسنا. في نهار صيف نغرقوا في العرق، نخدموا على الماشينه حرق نار، نخدم هي باش الرونديمون ما نبوجيوش من فوق الماكينه، نخدموا هي يجري هي يجري هي نهار كامل، واحنا يجري 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 يجري. نخدموا 9 سوايع، منهم نص ساعه بوز نفطروا فيه، ندخلوا 7 نتاع الصباح الاربعه ونص. نورمالمون نخرجوا نص ساعه غدا، هما نخرجوا مثلا نصف النهار، نخرجوا نصف النهار ودرج، كي نرجعوا نرجع نصف النهار وخمسه، ما نرجعوش نصف النهار ونص. يعني احنا ما عندناش نص ساعه بوز على الوراق برا، ولا هون عندك نص ساعه بوز، كي ناخذوا ناخذوا 5 دراج برك ولا 4 دراج، معناها وقتهم هما ثمين ووقتنا احنا ما يعتبروش شيء. النص ساعه هذيك تبخر فيها تسكر عليك الباب، قولك برا روح. نفطروا برا تحت الزيتون، في الشتاء الظروف قاسيه، قاسوا فيها البرد. يزمك معناتها تاكل كل قدمه في الشارع كي الكلاب، وفي صفيصه ناكلوها في الشارع وفي السمش، وما لعنا حتى في ناكل ولا حتى شيء. بعدين نرجع نص ساعه، من نص ساعه هذيك على فرض قدم واقفه تتحرك كوار تمشي للفيسي، تقول لك اخي نهار كامل ماشي للفيسي انت، نهار كامل على الماشينه وعينيك اللوطه وانت قاعده على كرسي، يخدم 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 9 سوايع على كنمط هكايا. يتسببون اقل اي حاجه، كثيرة المرات كثيرة المرات نمشي نخدم على روحي، عبد يخلي دار وصغار ويقوم بكري باش يمشي يخدم، تصير يتعرض للحادث مثلا كيما نقولوا شافة على ابسط حاجات رونديمون، عارفتك عاطي جهدك وجايبة ما عندك وتحب تطيح وكل شيء، لا يتفرض عليك اسمك، يا تعطيه رونديمون هكا يا تنقب لك نهارك تقول لك سوايعك منقوبة، يا اما زادة تقول لك يا كستي ونار وبرا روح. لاحظنا بعض النساء يعطيوهم دي جوتون باش يدخلوا بهم لدورة المياه، عندها الحق في الحصة مرة واحدة تدخل لدورة المياه، وتعرفوا أنت الخصوصية معناها الجسدية للمرأة ومدى معناها احتياجاتها للدخول ساعات في ظروف معينة عديد المرات لدورة المياه. دورة المياه مسخة برشا، تزوز للطوالات، الله لا يراك الله مكروه، معناها ما تنجمش حتى تدخل لها، وزيد قداش من واحدة مرضت معناها بجرثومة، دوايات معناها ومصاريف، ما فماش معناها حمايه للعامل، ما فماش كمامات، معناها مثلا فما برشا ناس مرضوا بالحساسيه من الغبره، احنا مثلا فما سيجي تهبط برشا غبره، قداش من وحده تضرب بالمقص، ما عندناش حتى بواتي فارماسي، طرف قطن ولا طرف دويه حمراء وطرف الكول، معناها ابسط حاجه الكول ما تلقاش موجود الغديكه، ساعات تعصب شرميطه في صباحها ماهيش معقمه تتعفن معناها ويصير لها انفكسيون، معناها ما فماش حمايه في المؤسسات، كثير المؤسسات هكا معناها سوايع زايده زاده ما يخلصوناش فيهم،
نخدموا سوايع زايده ما يخلصون. نقول لك ما تراوح الا ما تكمل معناها السلعه هذيك ساعه ولا ساعتين ولا انا وانت والسلعه وقتاش توفى. وزاد تجي تشوف الحساب في اخر الشهر تلقاك قعدت ماك ولا ما مش محسوبين ساعتين ثلاثه مش محسوبين. زاد اللي سي ناساس قداش من مره نمشيو نعملوا كشف نلقاو مش صابب علينا ثلاثه اربع تريمستات معناها مش حتى تريمستا برا. La question, ce n'est pas l'existence du droit, mais c'est son application. Et c'est la manière dont on les fait respecter. Et ça, effectivement, il y a une énorme défaillance dans, dans les contrôles. من مظاهر الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع هو تصاعد وتيرة غلق مؤسسات الخياطة والنسيج. فمثلا في سنة 2005 كان القطاع يعد أكثر من 2500 مؤسسة، الآن تراجع القطاع إلى حوالي 1580 مؤسسة. كان القطاع يشغل أيضا أكثر من 250 ألف عامل وعاملة، الآن أصبح يشغل حوالي 158 ألف عام، يعني أنه فقد في ظل تقريبا حوالي عقد من الزمن أكثر من 100 ألف عامل. كثرت في الفترة الأخيرة ظهرت الغلق الفجئي للمؤسسات، والغاية منها طرد العمال المتقدمين في السن والتنصل من المستحقات والقانونية اللي يضمنها لهم الفصل 21. ورغم أنه كل وين تبدأ تظهر صعوبات في تسديد الأجور في وقتها وتأخير بعض المنح القانونية، عادة تقع جلسات تفاوض وتقدم نقابات عديدة التنازلات باش ما تخليش المؤسسة تسكر. في صعوبات أو ربما في الإشكاليات وقتها ما نلقاوش تفاهم مع صاحب المؤسسة، نرجع للقاعدة متاعنا، القاعدة اللي هو الخدامة. احيانا بطبيعة الحال تجيب نتائج مرجوه، واحيانا ما تجيبش، ديما تخضع لموازين القوى، المفاوضات تخضع لموازين القوى. في صورة الغلق الفجئي، احنا الاجراء المعمول به ان نقوم بالمعاينة، معاينة الغلق الفجئي، مع مصالح تفقد الشغل تقوم بالمعاينة مباشرة، نعطيو تنبيه، تنبيه كتابي للمؤجر قصد احترام المقتضيات القانونية. لو في نص الفصل 21 أنا نزلت شغل، نعطيه مهلة زمنية محددة. إذا كان هو ما استجابش، نوليو إحنا نحرلو محضر مخالفة ضد المؤجر المخالف، ونحيلو قضايا شغلية للأجراء المتضررين من فيش الغلق للمحاكم، من المحكمة إدارة الشغل في قضية الحال. ثم الأمر عدد 2002 يمكن الأجراء من الحصول على منحة، المنحة هذه في حدود 200 دينار شهريا، ويقع التمديد في إسناد المنحة لكن مع سقف إسناد في حدود 12 شهر لا غير. فيما بعد ما مشي القضايا نتاعهم تكون جارية لدى المحاكم المختصة باش يصدروا أحكام يقوموا بتنفيذ الاحكام هذيك ويستخلصوا الدين، يعتبر الدين من المؤسسه. بعد ما سكر معملنا الظروف زاد قساد. تسكيره المعمل كانت صدمه كبيره بالنسبه لنا احنا، جاتنا فجئيه، معناها احنا تسكيره معملنا كانت تسكيره فجئيه. برشا ناس مرضوا، صارت لهم انهيار عصبي. وصلنا بيتنا في المعمل وقعدنا في المعمل وعسينا على المعمل نتاعنا وليل ونهار. نباتوا في المعمل نتاعنا، مش حابين المعمل نتاعنا يتسكر، مش حابين معناها الماتريال اللي في وسطه يتباع. مالنا المفاتح وقالوا برا شوفوا حل مع القانون نتاعكم، توا القانون تربحوا منه حاجه، خاطر يعرف القانون هو يحميه في تونس، خاطر يعرف القانون نتاع 72 ويعرف مجله الشغل التونسيه اللي هو مأيدته، ماهيش واقفه مع الخدام الزوالي اللي يجري على خاطر لقمه ولاده. لك علاش قالنا برا امشي للقانون، امشي للحاكم،
طلعنا للشارع مشينا قدام المعتمدية نعملوا اعتصام، يجاو شوفونا حل، يجاو شوفوا جيبوا العرف خلينا نتفاهموا معاه كيفاش الراجل ضايق خلانا ملوحين بعد 29 عام خدمة. مشينا للولاية، لا حياة لمن تنادي، لا للمعتمد لا للوالي لا للسلطة لا للحاكم والحكومة. حق الأحرار واجب، حق حق مش مزية، حق حق مش مزية. سيب سيب باش عليا شغل حرية كرامة وطنية، شغل حرية كرامة وطنية. انت شغيل السحقاق يا عصابة السراق. للأسف القانون التونسي ما يحميش العمال في حالة القلق الفجئي. العمال في الحالات هذه يلقوا رواحهم بطالة بين ليلة ونهار، يحتجوا يطلبوا المساعدة من السلطة لكنها تعجز باش تعاونهم لانعدام السند القانوني. يمشيوا للمحاكم يتحصلوا على أحكام بعد سنوات من المعاناة لكن ما ينجموش ينفذها على خاطر المؤسسة ما تملكش لا بنايات ولا حسابات بنكية، عندها ديون متراكمة مع أكثر من جهة، وبقية التجهيزات والمعدات متاعها ما تسواش حاجة كبيرة، في الاخر تتباع كان بسوم رخيص ما يغطيش كل الديون. الخبير يطلع للشركه هذه ويعاين شنو اللي موجود، وعلى الموجود يعطي هو الثمن. وفما ساعات تدخل المؤسسه تلقاها ان لو تفيره، ما يجيب حتى شيء، ما يجيبش حتى 2000 دينار، ما يغطيش حتى المصاريف. الحكم فيه 28 مليون، 28 مليون شكون باش يعطيهم لي؟ هما المستحقات ما عطاوهم الناس، باش يعطيونا 28 مليون؟ كم شي خلصنا احنا ضمان اجتماعي قال فالس باعوا المعمل 37 مليون في وقت اللي هو يسوى اكثر من 37 مليون. الماكينات وصل على فيه لقشة مفصلة ولقشة مش مفصلة، قالوا باعوه 37 مليون، حتى كابل وذو ما جاهوا 37 مليون، حتى كان مش ترسينا كان وصلنا 200 ألف بنابي. اللي نخدم بفائدة الصناديق الاجتماعية اللي هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي بالحق يعني يعاني من مشاكل جمة في خصوص المؤسسات المصدرة اللي بحق معني ما يحبوش يخلصوا، ما يحبوش يصبوا على خدمتهم، يصبوا عليهم في نسبة ضئيلة جدا اللي خلت ديونهم تتراكم. يعني فيما ديون وصلت حتى فاتت المليار وزوج مليارات. Les femmes ont été licenciées de manière abusive du jour au lendemain, sans aucune explication, et elles se sont donc retrouvées dans une situation d'extrême fragilité. En plus, dans la plupart des fois, des personnes en situation de vulnérabilité socio-économique, même pour des raisons d'âge, elles ont une difficulté importante à retrouver un emploi. معناها حتى بشي قلت لك شي جد ومؤسسات اخرين ما قاوش معناها حظهم وما قاوش صحتهم معناها في بلاصه اخرى. ما نجمش نلقى حتى اي خدمه خاطرني انا كبيره في العمر ومريضه، ما عادش نجم باش نخدم، اعصابي ما عادش تتحمل باش نخدم حتى اي خدمه اخرى. ما عادش نجم نلقى حتى بلاصه في معمل، اي معمل بالكسر معناها في الحاله متعياني في الكام متعياني، ما عادش نجم نلقى حتى خدمه في المعمل هذاك. أنا صحتي وكل عديتها في معملية ضايع، أنا ضحيت بصحتي، ضحيت بصوري، ضحيت برش حاجات وطلعت مضرورة، ضريت في معملية. عمري كل عندي الطبة، عندي السكر، عندي العروق وظهري يوجع فيها ورقبتي توجع فيها، خاطرنا على 9 سوايع على ماكينة وإحنا نخدمه هكا، والكرسي متاعنا مش مريح. نخدمه نهار كامل بوزيسيون هكا، كيفاش الرقبة باش العروق متاعها مشات ما عادش، وظهورتنا نهار كامل قاعدين حانين من الخدمة، والسكر نهار كامل عنا الضغط، صحابي بكلهم بالسكر والدم، بكلنا سكر ودم بالضغط، تجيك شافة تمرمدك تقعد تبكي على ماكينتك نهار كامل حتى حد ما يحس بيك. خدمنا 26 عام، طلعت كان بالمرض غدة سكر دم برد هكا ما نحكي لكش، المفاصل نتاع ايديا مقلوبين بالخدمه، مفاصل ايديا عامله عمليه على رقبتي وعمليه على رجلي، واشتريتي قلت لك ملح جديد هذه سقطتني. Généralement, elle commence vers l'âge de 20 ans à travailler. Hein? Il y en a qui même commence à 16 ans, à 17 ans à travailler. Et donc, le corps, il perd petit à petit ses ressources physiques.
Et a fortiori, quand on a dans ses antécédents une maladie professionnelle, un trouble musculo-squelettique, un asthme, occultant, et donc c'est très difficile de se faire réembaucher. Et même si on est réembauché vraiment, disons, au moyen de contrats qui ne valorisent pas l'expérience professionnelle. فما برشا من اللي خدموا معايا يخدموا في المعامل ومن المعمل للمعمل ماهمش معناها قاعدين مترسمين في نفس المؤسسه علاش كي نسالها نقول لها شبيك بدلت المعمل تقول لي راهو ماهوش يصب عليا راهو قابلني قال لي نخدم في النوار وما نصبش عليك اصبر طريفه تو نصب عليك تقعد 6 شهور 8 شهور تو تمني فيها تو يصب عليها تبطل المعمل هكا وتدخل معمل اخر وهكذا دواليك والبعض اللي عمره كبر معناها كيما نقولوا كبرت في العمر وما عادش نجم حتى العمر ما عادش يسمح لها باش تخدم كي تمشي تقدم روحها للخدمه كيف يراعي عمرها يقول لها ما نجمش نخدمك وبرشا اللي يخدموا ماهوش يصب عليهم ضمان اجتماعي قابلين نقول لك نحو شهريا نلقى ما نصرف نلقى ما باش نعيش ولادي يسكر فجاه معناها ما خممش في العامل اللي كان يخدم عنده 20 عام و25 عام و30 عام تعرف عليه ظروفه كيفاش عايش راجل يخدم ما يخدمش تعرفش ظروفه كيفاش عايش ساعات يقعدوا من غير عشيه هي صغارها ما تلقاش باش تقري صغارها كنت نخدم ومترسم وكل شيء في المعمل ولاباس عليا معناتها كي صحابي خذيت قرض باش نحسن داري وكل شيء جينا فجأة المعمل سكر ما لقيتش مين خلاص انا القرض كنت ناخذ في الانسولين نتاعي من الكنام وكنت ناخذ في دوايا توا كل شيء وقف وكل شيء يحبس سنية قاعده تطيح ما عادش عندي الانسولين ما عادش ندق الانسولين قاعده نموت وعيني هكا ربي قاعده نموت واقفه حالي حال برشا من صحابي حالي حال برشا صحابي خاطرش ما عنديش فلوس نشري باكو دوي ما عنديش فلوس باش نمشي كل 3 شهور نمشي نشوف الرونديفو نتاعي عندي عام ونص ما مشيتش للطبيب نتاع السكر وقبل نخدم راسي مرفوعه وبعث لي نروح لداري نطيب فطوري ولا عشايه وكل شيء ونرقد مرتاحه خير من التوتر تعبت برشا معناتها ما عنديش شغل بين يديا ولات كي نقرا معناتها كي نتعب ونقلق نعمل على بكاء نخمم على اللي قدر كان معمليه ما يرجعش يخدم معناها مزيد ظروفي مضاعفه وليداتي صغيرات ما كسبت حتى شيء ما عنديش حتى دار كيما الناس ولادي صغار معناها مازالوا يستحقوا لي مازالوا يستحقوا لي في برشا حاجات راجلي عامل يومي ساعه يخدم ساعه ما يخدمش معناها الظروف ماشي شهرية برك ما تنجمش الراجل باش ينجم الكري باش ينجم الماكلة توا بالحق حسينا بالفقر وحسينا به الفقر لا تنقصوا شهريته كيفاش ينجم يعيش يولي يرضى حتى بالخبز اليابس ويرضى حتى بالماء المعفن انت تاخذ لي صحتي وتاخذ لي جهدي تاخذ لي يديا تاخذ لي واحد وتلوحني لا علاش من حقنا تعبنا وشقانا ودمنا ولحمنا وصغرنا مشي في المعمل هذايا الباترون معناها يكون الكراهب ويكون المعامل ويكون واحنا نطلع وبعتال يدينا على ريوسنا لا مقبول هذايا عندما نحيل شخص ما على البطالة فكأننا نقول له بأنك فاشل ليس لك مكان في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الثقافية وهذا يعني بالضرورة إقصاء ممنهج عبر تحييده عن الدورة العادية التي تمثل الركيزة الأساسية للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية. Pourquoi des entreprises qui violent les droits de l'homme ou l'environnement dans des pays du Sud, mais qui font des bénéfices au Nord, ne devraient pas-elles être considérées comme responsables pour ces violations dans les pays dans lesquels elles ont eu lieu? علاش الدولة ما تأمنش على الأقل الحق في الصحة بالنسبة للنساء ضحايا الطرد التعسفي احنا في المنتدى نقوم بحملة من أجل تمكين النساء من حقهن في التغطية الصحية على الأقل إلى حين إعادة إدماجهن في العمل أو إلى حين بلوغهن سن التقاعد الدولة والمسؤولين يلزمهم ينقحوا في القانون متاع الشغل هذايا ويلزمهم يتلهاو بالزوالي اللي عايش لينا ولا ريف ولا مدينة لولا عرك ايديهم ويذوبك الشمعة ويخبي والدمعة على عيون اهاليهم الناس اللي تعاني ونساتهم الاغاني هذه النية ليهم هذه النية ليهم هذه النية ليهم
يلزمهم يشربوا باكو الحليب وكعبتي لي غرض كابل ولادي وقلبي يبكي كابل ولادي ولاد صحابي وقلبي يبكي قلبي يبكي نهار العيد ما نبش نسولجي كسوة وبنتي الروبة نخدم باش نجم نعاون راجلي باش ولادي يطلعوا حاجة فيني ننور بها وجهي شارية بس شارية هذيك باش نداوي بها روحي شارية هذيك باش باش بنتي تتززا ولدي يتززا شاريتي ذيك الأقوم عليها بالصباح نتياح باش نجم نوفر مستلزماتي بتاع كل يوم نقول للحاكم نقول رئيس البلاد فكلك فلوسك وقعد شهر ما غير فلوس خلينا نشوفك كيفاش تعيش خلينا نشوفك كيفاش تنجم تعيش في تونس الغالية أعطيني بلاستك يا سي الحاكم تاع تونس وخيش أخوذ بلاستي ووضعيتي خلينا نشوفك تنجمش تعيش ويتمناك ديما بعيدة أمانيهم الناس اللي تعاني ونسى علاش هادي النايا ليهم هادي النايا ليهم هادي